عليك أن تذكر لنا يا عم مبارك الشروط التي يجب توافرها في الشخص المراد ترشيحه لمدرسة الشورى. أن يكون متعلما وأن لا يقل عمره عن 30 عاما وأن يشهد له بالخبرة والكفاءة. بالمناسبة يا عم مبارك، كثيرا ما نسمع بنظام البرلمان، فهل هو نفسه مجلس الشورى؟ ليس تماما. صحيح أنهما نظامان يهدفان لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الحكم، ولكن الوسيلة لتحقيق هذه المشاركة الشعبية في الحكم تختلف من بلد لآخر. صحيح. فلكل بلد خصوصية يتمتع بها. وبما أن مجتمعنا العماني قائم على أسس إسلامية ويتميز بخصوصية خاصة في العادات والتقاليد المتبعة، لذلك يكون نظام الشورى أقرب لسمات المجتمع العماني. ألاحظ بأن هناك اهتماما كبيرا من قبل الناس بمتابعة جلسات مجلس الشورى. فعلا يا ناصر، إن نقل وسائل الإعلام لتفاصيل هذه الجلسات والمواضيع التي تطرح بكل صدق وصراحة تثير اهتمام المواطنين. نعم. خاصة أن المواطنين معنيون بالدرجة الأولى بهذه الموضوعات. هذا صحيح. ولاحظوا أن مجلس الشورى الذي جاء ليخلف المجلس الاستشاري من قبل ما هي إلا خطوات انبثقت من مبدأ الشورى الذي ينتهجه صاحب الجلالة المفدى أثناء جولاته السنوية المعتادة. والخطوات السياسية العمانية لا تأتي متسرعة عاصفة، بل بهدوء ناضج ومترون. ولكن ما الحكمة من ذلك؟ لو كنت يا أخي في وسط دافئ معتدل الحرارة، نعم، وفجأة تعرضت لتيارات هوائية باردة، نعم، ما الذي سيحدث لك؟ ربما أمرض. وهذا ما يحدث لأي مجتمع تتخذ فيه قرارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية مفاجئة. بينما في بلدنا والحمد لله وبسياسة السلطان لبلاد المفدى بحكمته وبعد نظره تأتي خطوات التقدم في أي مجال بإيقاع هادئ متروي وبطموح كبير. هذا صحيح، ليكون المضمون والشكل مرتبطان بالتراث العماني العريق. وهذا يا شيخ علي يعطي خصوصية عمانية لكل مناحي الحياة في بلدنا، مما يثير فخرنا واعتزازنا. لا تنسى يا بني أن هذا يزيد من مسؤولياتنا للتمسك بهذا النهج السليم. هذا صحيح. كيف تسير أعمالك الآن في صحار؟ الحمد لله على ما يرام. الحمد لله الحمد لله. سأريك الآن مصنع ولدي إبراهيم. نعم، إنه ينتج أجود أنواع الرخام. ولأن ابنك نشيط وذكي وله خبرة واسعة في إدارة مصنعه، لذلك نطمح في استشارته من أجل مشروع ابني يعقوب. إذن توكل على الله، وسيكون إبراهيم بخبرته تحت خدمتك. هيا بنا لنلحق بيعقوب وإبراهيم، إنهما داخل المصنع. أهلا
ولد. الحكم إلى طاعة الاجتماعات يا ولد. لا قادمان يا قادمان. هيا هيا. اهلا وسهلا بك يا عم. اهلا بك يا بني. ها لم تقل لنا عن رايك. باعتقادي ان الفرصه كبيره جدا امام الاخ يعقوب، فكما تعلم يا عمي اننا وللعام الثاني على التوالي نحتفل بعام الصناعه، وهناك الكثير والمزيد من الدعم الحكومي لاي مستثمر عماني. وفي مثل وضع الاخ يعقوب فان راس مال المصنع المزمع انشاؤه اقل من 100,000 ريال عماني، لذلك ستمنحك الحكومة 40% من قيمة رأس المال كمنحة لا ترد، وكذلك ستقدم لي قرضا بقيمة 40%. إذن يبقى علي 20% فقط من تكلفة هذا المشروع، ويبقى عليك العمل بجد وإخلاص لتحقيق النجاح. إن شاء الله إن شاء الله. لقد درست في الكلية الفنية الصناعية ثم مارست عمل النجارة لفترة من الزمن، وقد لاحظت أن أغلب قطع الأثاث المنزلي والذي يملأ الأسواق مستورد وبأشكال قد تكون جميلة، ولكن للأسف ليست بها أي لمسات فنية من تراثنا وحياتنا، إضافة إلى أن هذا الأثاث غير عملي ومرتفع الثمن. هذا صحيح. لذلك فكرت بإنشاء مصنع لصنع الأثاث المنزلي بثمن معقول وبجودة عالية وبلمسات فنية من بيئتنا العمانية. جميل جميل جدا يا يعقوب. وهنا في هذا الملف ستجد تفاصيل المشروع، أرجو أن تقرأه يا مهندس إبراهيم، وأنا بانتظار ملاحظاتك. شكراً يا يعقوب. بالمناسبة أين تنوي إنشاء هذا المصنع؟ كما تعلمون فإن يوم أمس 9 فبراير كان يوم الصناعة، وقد احتفلت وزارة التجارة والصناعة في هذا اليوم بوضع حجر الأساس لمنطقتين صناعيتين جديدتين في البلاد، في ريسود بمحافظة ظفار وفي ولاية صحار، لذلك أفكر بإنشاء المصنع بولاية صحار. الاهتمام بالبيئة هو الإضاءة الحضارية الساطعة التي تدل على مدى رقي الأمم وحضارية تطلعاتها وتصوراتها للمستقبل، وهذا الاهتمام تنعم به سلطنة عمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم، الذي يولي شخصياً اهتماماً بالغاً بالحفاظ على البيئة وتنمية مواردها الطبيعية. إننا في سلطنة عمان باهتمامنا الشخصي بتوجيهاتنا الدائمة لحكومتنا وبالتنسيق القائم مع الدول المحيطة بنا، نبذل جهودا صادقة للحفاظ على بيئتنا ومياهنا الإقليمية بعيدا عن التلوث والضوضاء. وبلغ اهتمام جلالة السلطان قابوس المعظم بالحفاظ على البيئة مدى واسعا حتى على الصعيد الدولي، فخصص لمنظمة اليونسكو جائزة دولية تمنح لمن يقوم ببحث علمي هام يساهم في الحفاظ على البيئة عالميا. وحظيت جهود السلطنة في مجال الاهتمام بالبيئة بتقدير الأسرة الدولية، لذا تم اختيار سلطنة عمان ضمن أفضل 10 دول على المستوى العالمي اهتماما بالبيئة وحماية للموارد الطبيعية، كما تم إدراج اسم السلطنة في لوحة الشرف الدولية. وأشار برنامج الأمم المتحدة في معرض تثمينه لدور السلطنة إلى أن هذه الجهود التي قامت بها ما كان لها أن تتحقق لولا الاهتمام والدعم الكبير المتواصل الذي يقدمه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم. واختارت منظمة اليونسكو شخصية جلالته للتحدث إلى قمة الأرض التي عقدت في ريو دي جانيرو بالبرازيل خلال الفترة من 3 إلى 12 يوليو
عام 1992. إطلاق اسم صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم على هذه الوردة الرائعة ما هو إلا تقدير دولي من جمعية الورود العالمية لجلالته ولإسهاماته الشخصية في تنمية العلاقات الدولية واهتماماته الإنسانية ذات الأثر البالغ على الحياة والبيئة والإنسان. فإننا نعلن العام القادم 1993 عاما للشباب، نستكمل من خلاله مسيرتنا الهادفة إلى إعداد جيل المستقبل. إننا نهدف من تخصيص عام جديد للشباب إلى إبراز دورهم الحيوي في بناء الوطن وخدمة المجتمع من ناحية، وتشجيعهم على أداء هذا الدور بروح من الجدية والتفاني في العطاء، ومن ناحية أخرى إلى توفير مزيد من العناية والاهتمام والدعم للأنشطة الشبابية في شتى مجالاتها من رياضة وثقافة وعلمية وغيرها، وبما يرفع اسم عمان عاليا في المحافل الدولية.
الشباب تبنى الأوطان وتزدهر الأمم. بعزيمة الشباب تتحقق الآمال وتكبر الطموحات ليصبح الحلم حقيقة وواقعا جميلا. لقد جاء إعلان حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم عام 1993 عاما للشباب تتويجا لتلك الرعاية، مما يؤكد على أن الاهتمام بالشباب لا يقتصر على زمن ووقت معين. ولكن يا جماعة، هذه أسئلة خاصة، بل وخاصة جدا. ولكنها يا ناصر بالمحصلة تهدف إلى تعزيز الجهود التنموية، وأنت كمواطن مستفيد بالدرجة الأولى. نعم، وما علاقة الجهود التنموية بعدد أولادي وعدد زوجي؟ يا ناصر، أعتقد أنك تبالغ في تصوراتك للموضوع. أنا يا شيخ علي أبالغ؟ وهل إذا ما طرقت باب بيتك لأسألك كم زوجة لديك وكم عدد أولادك وكم غرفة عندك وكم وكم وكم؟ لو سألتني يا ناصر مثل هذه الأسئلة سوف أعتبرها تعدا على خصوصياتي، أما عندما تقوم الحكومة بمثل هذا العمل فأعرف حينئذ أن لها مقصدا بهدف خدمتي. صدقت يا شيخ علي، ومن أهم هذه المقاصد أن وجود أرقام وبيانات دقيقة عن كافة الأنشطة بالبلاد بجميع مناطقها سيساعد على التخطيط السليم للمستقبل. إعطاء المعلومات الدقيقة عن المصنع أو المزرعة، كل هذا يصب في قناة التخطيط الاقتصادي، وأول من سيلمس هذا أنت يا ناصر. إذا سألوني عن المصنع فلا مانع عندي وسأتعاون معهم، أما عن عائلتي وبيتي فهذا شأن آخر. أستغرب من كلامك هذا يا ناصر، لو قال هذا الكلام أبو الحروس لما استغرب، إنما أنت. أنا شخصيا مقتنع بالتعداد مثلكم، وسوف أقدم لهم كل المعلومات المطلوبة مني. أحسنت يا أبا الحروز، أحسنت. بدأت تتغير إلى الأحسن يا أبا الحروز منذ أن بدأت تعمل بيديك في صنع الخوص في سوق نزوة، وقريبا تتفوق على ناصر. أنا ناصر آخر الزمن تقارنونني بهذا؟ كف عن السخرية يا ناصر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هناك قواعد وأصول لاجتماعاتنا في السبلة، أم نسيت العادات والتقاليد يا ناصر؟ لم أقصد تجريحك يا ناصر، إنما كنت أمازحك لا أكثر ولا أقل. لا عليك يا سيف، لا عليك، وأعتذر لك يا أبا الحروز، سامحني. ثم إنني يا جماعة، اسمعوا جيدا، لسنا بصدد تقديم الاعتذارات والتفسيرات، المهم ما هو القادم لنا، يجب أن نعياه جيدا ونعرف أهدافه. فقد وضح لنا جلالة السلطان حفظه الله أهمية التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في أكثر من مجال ومقال. والأسئلة البسيطة الدقيقة التي ستوجه لكل واحد منا ستصب في نهايتها لهدف أكبر وأسمى، ستصب للمستقبل، مستقبلكم ومستقبل أولادكم. والسبب إنه لا يمكن لنا أن نرى خطط على المدى البعيد إلا إذا عرفنا كم عدد السكان اليوم وكم سيكون بعد سنوات. ولذلك تستطيع الحكومة أن تخطط، تستطيع أن تضع البرامج المناسبة للتعليم، للصحة، لكل مجالات الحياة الاجتماعية وغيرها، ويحدون الأمل. ونقول لكم التعاون في هذا المجال وجعل الناس يتعاونون، إن هذا شيء في مصلحتهم، ليس شيء واحد جاي يفتش بيوتهم أو جاي يسأل كم عندك من أولاد وكم أسرتك كانت ذكورا أم إناثا. فتعاون في هذا المجال مطلوب، وحث المواطن، لأن بعض المواطنين قد لا يفهم ما معنى هذا، والناس أحيانا قد تكون لديهم بعض التحفظات، إنه ليش أنا يسألني عن أسرتي، يسألني أنا كم عندي بالبيت وهذا، لكن هذا في مصلحته.
الحقيقة في مصلحة أسرة الماعز، في مصلحة الجميع على المدى البعيد. وأنا آمل أن تنتهي هذه العملية بكل سهولة إن شاء الله. التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت يحتاج إلى تعاون كل مواطن ومواطنة لإنجاحه. إنه مشروع وطني هام يا أخواتي، وسوف يساهم في توفير المعلومات والبيانات التي سيكون لها أثر إيجابي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومتى سيبدأ التعداد يا أمينة؟ غدا إن شاء الله، وسيكون يوما مشهودا لهذا الوطن الأشم. في غمرة الاحتفالات بالعيد الوطني 23 صدر الأمر السامي بجعل عام 1994 عاما للتراث العماني. أيها المواطنون الأعزاء، إن الرغبة في بناء دولة عصرية تأخذ بأحدث أساليب العلم والتقنية لم تجعل هذا البلد الأصيل يتنكر لتراثه العريق وأمجاده التليدة، بل سعى دائماً إلى مزج الحداثة بالأصالة. ففي الوقت الذي قام فيه المنشآت الحديثة في مختلف مجالات الحياة أولى اهتماماً كبيراً للمحافظة على تراثه المعماري بترميم القلاع والحصون والبيوت الأثرية، كما عمل على إحياء موروثه العلمي والثقافي من خلال جمع المخطوطات ونشر الكتب الدينية والأدبية واللغوية التي أسهم بها علماء عمان وأدباؤها في حركة الثقافة العربية على امتداد العصور. ومن خلال هذا المفهوم الناجح والبعيد النظر، فإن التراث العماني تأصل كمصدر وإطار مرجعي محكم
لبناء الهوية والشخصية العمانية، وتكاد تكون السلطنة الدولة الوحيدة التي تخصص وزارة تعنى بالتراث القومي، وهي الجهة الرسمية المخولة بترجمة توجيهات جلالة السلطان المعظم للحفاظ والعناية على إبراز مآثر ومعالم التراث والتاريخ العماني بمفاصله المتعددة. والاهتمام بالتراث والتمسك به تجده متأصلا في كل عماني وعمانية كجزء لا يتجزأ من الوجدانيات العقلية. قدوم جلالة السلطان قابوس المعظم لمنطقتنا عيد لنا. أي عيد وأي فرح سيعمنا يا جمعة عندما يأتينا جلالته حفظه الله وأبقاه بسبلته المتنقلة ليلاقينا كعادته بعقله الراجح وبفكره المتوقد، ينير لنا الدرب ويفتح أمامنا الآفاق كعادته بمحبة صافية كصفاء شمس بلادنا. أي والله هذا صحيح، نطقت بالحق يا شيخ حمد. هيا بنا يا رجال كي نستعد، فقد حان الموعد مع السبلة المتنقلة لنتشرف بلقاء سلطان البلاد حماه الله وأبقاه. قلنا فيما سبق في مناسبات سابقة أن الحث حث أبنائنا على العمل والانخراط فيه من أهم الواجبات، ولا شك أننا نرقب بارتياح أن هناك فيه تقدم في هذا المجال والحمد لله، ولكننا لازلنا نحث ونسألكم أن تحثوا جميع الشباب على العمل. وفي هذا المجال وربما إنكم قد سمعتم أو قرأتم من خلال الصحف والأخبار أن الحكومة الآن تعد برنامج وخطة هي حقيقة مركزة من أجل تنمية وتطوير القوى البشرية. هذا يعني أنه تكون برامج مكثفة للتدريب والتأهيل، تدريب وتأهيل أبنائنا حتى يتمكنوا من إتقان عملهم. ولما نعلم أنه أغلبية السكان الآن حسب المعلومات المتوفرة لدينا أعمارهم هي أقل من 15 سنة، بمعنى أنه فيه شباب آت ناهض، وإذا علمنا أيضا أنه عدد الوافدين هم حوالي 500,000، فمعنى أنه هناك 500,000 فرصة عمل، أو قل 400,000 فرصة عمل، لأنه في بعض الأعمال ربما لمدة طويلة سنحتاج إلى عمالة وافدة لتقوم بها، هذا شيء لا شك فيه. وفي الأمم في العالم أن نسبة 15% لعمالة وافدة في أي بلد هي مقبولة، لكن أكثر من ذلك ليست بمقبولة. والهدف إننا نبدأ تدريجيا في خفض العمالة الوافدة بإحلال الشاب العماني أو الشابة العمانية أيضا في العمل، لتنزل من 25% أو 26% إلى 20% إلى 15% وإلى 10% إن استطعنا.
بدأت الانطلاقة الحقيقية لبناء قوات السلطان المسلحة مع بزوغ فجر النهضة العملاقة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد جاء تطوير وتحديث قواتنا المسلحة الباسلة كجزء من عملية التنمية الكبرى في الوطن، والتي شملت مختلف المجالات المدنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية. وكان للتوجيهات السامية لجلالة القائد الأعلى الدور الكبير في الارتقاء بها وإعدادها وتدريبها تدريبا عاليا يمكنها من القيام بمسؤولياتها الوطنية بكل كفاءة واقتدار، لتصون التراث العماني وتذود عن حياضه وترفع راية عمان كما كانت في كل الأوقات خفاقة أبية شامخة عالية، لتضيف إلى أمجاد الماضي العريق صفحات أخرى من المجد في الحاضر المشرق. وفي ضوء هذا التوسع الكبير في حجم القوات المسلحة سارت خطة تزويدها بالأسلحة والمعدات الحديثة والثقيلة جنبا إلى جنب مع خطة تطوير القوى البشرية المتنامية في تأهيلها بالخبرات الفنية المستحدثة، ليصل جيشنا العماني إلى درجة عالية من الكفاءة والقدرة على التحول والانتقال السريع. إلى جانب الدور والمهام التي تطلع بها قوات السلطان المسلحة بجميع أفرعها ووحداتها في حماية منجزات الوطن والدفاع عن سيادته، فإن قوات السلطان المسلحة قد أبت إلا أن تساهم بما يتوفر لديها من إمكانات منذ فجر النهضة وحتى الآن في خدمة عملية البناء والتنمية على أرض عمان النابضة بالحياة عبر الأزمنة والعصور. لقد تميزت السياسة التنموية في عمان خلال 25 سنة الماضية بإعطاء الأولوية بصورة دائمة لتحسين الاحتياجات الأساسية للمواطن العماني، منها تحسين أوجه الرعاية الصحية وتطوير إمكاناتها من خلال الاستعانة بالتقنية وأحدث ما توصل إليه العالم في مجال التقدم الطبي والوقائي. ومن منطلق شعار الوقاية خير من العلاج انطلقت الجهود الصحية خلال أعوام النهضة لتحقق نجاحات وقائية أشادت بها الهيئات الدولية. ومن الإنجازات في هذا المجال أنه منذ عام 1986 انخفضت العديد من الأمراض التي تصيب الأطفال كنتيجة للجهود في التحصين، إذ لم يحدث خلال عام 1993 أي حالة لمرض الدفتريا والتتنس، ولم تسجل أي حالة مرض شلل الأطفال عام 1994، وتحقق نجاح باهر لاستئصال مرض الملاريا في المنطقة الشرقية، كما تم إنجاز الكثير في مجال الرعاية الصحية للأم والطفل. أما جلالة السلطان قائد الوطن فإنه موجود دائما في حشايا القلب، ينبض بنبض الشعب، يستمع ويتحدث عن أدق التفاصيل المعيشية، لأنه منهم وإليهم. نعلم أن النمو السكاني هو حقيقة في اضطراب. السكان هنا في عمان بينمو بحوالي 3.5% سنويا، يعني نحن بنزداد بحوالي 57,000 كل سنة. نعم، وهذا في الحقيقة يعني مستوى قياسي وعالي يعني بالنسبة، فالحمد لله. ولكن أيضا يجب أن نفكر في المستقبل إنه العائلة تكون عائلة بقياس الواحد، يعني أيضا العائلة الكبيرة الأكبر من حجمها الآن. متوسط العوائل هنا عندنا حوالي 7، فعالميا هو المقبول حوالي 5 هو المقبول، لأنه هي ليست المسألة مسألة يعني هو أرزاقهم على الله سبحانه وتعالى، لا نقول شيء في هذا، ولكن هناك
رعاية، يحتاجون إلى رعاية، يحتاجون إلى أيضا رعاية من جميع النواحي، رعاية في البيت ورعاية أيضا تقع على كاهل الحكومة، أيضا رعاية تربوية في التربية في التعليم في يعني في الصحة وإلى آخره. وبالتالي نحن يجب أن ننظر إلى الأمر بواقعية، نكون واقعيين، يعني ما نكون الواحد فقط يقول الله سبحانه وتعالى يعني كل شيء له سبب، كل شيء له سبب، وعطى الإنسان عقل وقال له استعمل عقلك وخطط بعقلك وانظر إلى ما يصلحك. فهي العائلة الكبيرة الأكبر من حجمها تكون عبء على الأب وعبء على الأم أيضا المسكينة وإلى آخره، فهذا يجب أن يكون في المستوى المطلوب. صرح من الصروح التي نعتز بها ونفخر. المستشفى السلطاني ثمرة من ثمار النهضة المباركة، أحدث وأكبر المؤسسات الصحية التخصصية المرجعية في السلطنة وفي الشرق الأوسط. فهذا المستشفى الذي افتتح عام 1987 تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، يقدم أرقى وأحدث أنواع الرعاية الطبية، كما يعد من أبرز العناصر الرئيسية في التطور النوعي للخدمات الطبية. ويشتمل المستشفى السلطاني على العديد من الأقسام الطبية المختلفة، ويقوم بإجراء العديد من العمليات الجراحية والتداخلات الطبية ذات التقنية الحديثة المتطورة كالطب النووي وعمليات القلب المفتوح التي بلغت 195 عملية حتى عام 1994، بالإضافة لعمليات نقل الأعضاء كزراعة الكلى، حيث تم إجراء 12 عملية حتى عام 1994. أجبني. استر يا رب. ماذا حالك يا سعيد؟ ماذا حالك لأبي يا سعيد؟ كيف حالك؟ خير إن شاء الله. تكلم يا سعيد. اهدأ يا قاسم، اهدأ. المشكلة نفسها يا شيخ علي. إيه الفشل الكلوي، ولكنه يواظب أسبوعيا على غسل الكلى هنا في وحدة الكلى الصناعية بمستشفى نزوة. عملية تنقية الدم بالنسبة لمرضى الفشل الكلوي ما هي إلا وسيلة علاجية مؤقتة لا تؤدي إلى الشفاء التام. إذن ما الحل؟ حالما ننتهي من غسل الكلى الآن لابد من نقله فورا إلى المستشفى السلطاني بمسقط. ففي مثل حالة الأخ سيف لابد من إجراء عملية زرع كلية له.
كل واحد فينا مستعد للتبرع بكليته للسيف يا دكتور. بارك الله فيكم جميعا، والثقة فيكم كبيرة، ولكن لابد من إجراء بعض الفحوصات اللازمة للمتبرعين ليتم تحديد من هو المتبرع المناسب. نعم، فلابد من تطابق دمي وأنسجة المتبرع مع الأم سيف. أرجو يا دكتور عبد الله ويا دكتور أمل المباشرة فورا لإجراء الفحوصات اللازمة، فكلنا متبرع لسيف. إذن على بركة الله. أخواتي، مئات المرضى قابعون بحزن وألم في المستشفيات، في عيونهم نداء للقلب والضمير لأهل الخير والبر القادرين على التبرع بأن يشدوا عزائمهم ويتشجعوا ويتوكلوا على الله. التبرع بالكلية أو بأي عضو من أعضاء الجسم هو عمل إنساني وواجب وطني يؤدي إلى إنقاذ حياة مريض قد يكون أخاً أو أختاً أو أباً أو عماً أو أي إنسان عزيز يستحق أن يعيش حياة طبيعية. وباعتقادي أنه آن الأوان لكي يحمل كل واحد فينا بطاقة التبرع في الكلى أو بأي عضو من أعضاء الجسم بعد الوفاة. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام على سيدنا محمد: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدق رسول الله. صدق رسول الله. وكم من أمثال سيف تحبه وتقدره قبيلته، هو بحاجة ماسة لإجراء مثل هذه العملية. ستقوم معافى بإذن الله يا أبي. قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا رب. إنني يا عم سيف من ضمن الفريق الطبي الذي سيجري لك العملية، أرجو أن تكون ثقتك بالله كبيرة وبنا وبهذا الصرح الطبي العماني. بارك الله خطاك. بالسلامة إن شاء الله. الجميع فخور بك يا قاسم. Thank you.
السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا دكتور؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا. الشيخ علي خير إن شاء الله، لماذا أنت هنا؟ كلنا نريد التوقيع على بطاقات التبرع بجميع الأعضاء بعد الوفاة. أحلامنا جزء من واقعنا، وواقعنا ممتد إلى أعماق التاريخ، ولذلك فنحن شامخون عبر التاريخ الطويل. نعم شامخون، لأنه عندما تختلط الآمال الجميلة بالواقع يصبح للمستقبل معناه الجميل وبريقه الأخاذ. وهكذا نأتي إلى إنجاز مهم آخر من الإنجازات في مسيرة عمان الكبرى، فبفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم استعدت البلاد لترشيحات الفترة الثانية في مجلس الشورى، والتي تمت كنظيرتها في الفترة الأولى باجتماع المواطنين بأنفسهم وتحديد مرشحيهم للمجلس. إلا أن هذه الفترة قد تميزت بعنصرين جديدين، هما الأخذ بفوارق التعداد السكاني لكل ولاية، فالولايات التي يزيد عدد سكانها عن 30,000 يكون لها ممثلان في المجلس بدلا عن ممثل واحد. أما العنصر الثاني فهو دخول المرأة لأول مرة ضمن المرشحين، وإنها لمسؤولية وطنية كبيرة على المرأة أن تثبت من خلال جهدها الدائب وعملها المتواصل قدرتها على القيام بها على الوجه الأكمل، وإذ نرجو لها التوفيق نعلن أن حق المرأة في الترشيح والاختيار لعضوية مجلس الشورى لن تقتصر في المستقبل على محافظة مسقط، بل سيمتد بالتدريج وحسب الظروف والمقتضيات إلى سائر المحافظات والولايات، وسيكون مرجع الأمر في ترشيحها مثلها مثل الرجل، هو ثقة المواطنين فيها واختيارهم لها لتمثلهم في هذا المجلس، وفي ذلك تكريم لها بل تكريم للمجتمع كله وتصحيح لبعض المفاهيم الخاطئة التي تغض من شأن المرأة وتضع من مكانتها التي كفلها لها الدين الإسلامي الحنيف، فالنساء شقائق الرجال، وقد أوصى بهن الرسول عليه الصلاة والسلام، ودورهن في الحياة الإسلامية خاصة في العصور الأولى معروف ومشهور. وبهذه المناسبة فإننا ندعو المرأة العمانية في كل مكان، في القرية والمدينة، في الحضر والبادية، في السهل والجبل، أن تشمر عن ساعد الجد وأن تسهم في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كل حسب قدرتها وطاقتها وخبرتها ومهارتها وموقعها من المجتمع، فالوطن بحاجة إلى كل السواعد من أجل مواصلة مسيرة التقدم والنماء.
الأحلام الجميلة يمكن لها أن تتحقق بفعل معادلة سهلة، ولكنها نادرة، إلا أنها وجدت على الأرض العمانية. الشجاعة، المبادرة، التفاعل الإنساني الأصيل، وعطاء متدفق لكل قضية وطنية ولكل شأن حياتي ومصيري، حتى لأدق التفاصيل اليومية. فبعد مسيرة 25 عاما من العطاء المتدفق بنبض الحياة على البنيان، وارتفع شأن الحياة، وصار للمستقبل نظرة، وللحاضر معنى، وللماضي قيمة. وإذا كان لنا أيها المواطنون أن نزهو ونفخر بالإرث العظيم الذي تلقيناه عن الأسلاف، فإن ذلك يجب ألا يكون الغاية التي نقف عندها مكتفين باكترار الماضي، نباهي بأمجاده ونعيش على ذكرى مفاخره، فذاك خلق الخامل الذي لا أزم له، وحاشا أن يكون العماني كذلك. فلقد أثبت دوما أنه ذهن متوقد وفكر متجدد وروح وثابة تطمح إلى ارتياد الآفاق لا تنثني عن مطلبها إلا غالبة ظافرة، ملء إيهابها النصر المبين. ومن هنا كان لزاما أن نبني كما بنوا وأفضل مما بنوا. مستلهمين من عطائهم الإنساني العظيم، دافعاً إلى البناء والتعمير، وحافزاً إلى مزيد من الرقي والتطوير. We'll be right back.
كانت الإنجازات التي استطاعت التجربة العمانية أن تحفرها في سجل التاريخ الإنساني كبيرة وهامة جدا. فإقامة دولة متطورة بكل ما تعنيه الكلمة خلال ربع قرن فقط هو أمر جديد وفريد على سجل التجارب الإنسانية. هذه هي عظمة الإنجاز العماني الذي رعاه سلطان البلاد قابوس بن سعيد المعظم، بمزيج رائع من الإيمان بربه وبشعبه والعمل بإخلاص واستيعاب كامل لعبر التاريخ العماني ودروسه. بوركت يا صاحب الجلالة، بوركت قابوس، قائدا فذا ملهما وابنا بارا مخلصا، وبوركت عمان النقية السخية المعطاء بشعبها وبقائدها. تلكم كانت ليست إلا محطات تاريخية لمسيرة تاريخية شامخة بالعزة والكرامة، حافلة بالأمجاد والإعجاز، ساسها وقادها مؤسس سلطنة عمان الحديثة ومفجر ينابيع الخير على أرضها الدفاقة بالخير، صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله. وعلى هدي خطاه السديدة سطر أبناء عمان الأوفياء ملاحم البذل والإخلاص من أجل عمان وقائدها المفدى، ولا بد للمسيرة أن تستمر بعون الله وتوفيقه.